صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب غير جاحدين اللهم لك الحمد على ما يسرته من تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن سبحانك أنت العظيم الذي عز شانك والرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك والغفور الذي شمل الناس غفرانك سبحانك أنت الله الكبير الذي تواضع كل شيء لعظمتك وذل كل كبير لعزتك وخضع كل ما في الكون لهيبتك سبحانك أنت الحليم الذي تقدست ذاتك وتباركت أسماؤك وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاتك سبحانك يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والأنهار والليل والنهار يا من تسبح له الأجنة في بطون الأمهات يا من تنفذ البحار قبل أن تنفذ له الكلمات يا من لا شريك له في الألوهية والربوبية والصفات
سبحانك لا نثني ثناء عليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تشاء بعزتك، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، سبحان واسع الجود والكرم، سبحان وافر النعم، سبحان كاشف النقم، سبحان مسدد الهمم، سبحان قاشع الظلم، سبحان مقلب القلوب، سبحان مفرج الكروب، سبحان غافر الزلات ممن يتوب، سبحان ستار العورات والعيوب، سبحان الرب الحبيب المحبوب، سبحان من أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وأولانا وحبانا وأعطانا وجبرنا وأعاننا وثبتنا وهدانا، سبحان من إذا منعنا الناس أعطانا، سبحانك يا من تحب التوابين، سبحانك يا من يمهل العاصين، سبحانك يا من يصبر على المعاندين، سبحانك مالك يوم الدين، سبحانك إله الأولين والآخرين، سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله أعظم من كل شيء، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إسلاما وإيمانا ورقا، لا إله إلا الله في السماوات والأرض، اللهم صل وسلم على حبيب قلوبنا سيدنا محمد إلهنا، ها قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، إلهنا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فقلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت،
وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم طهر قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن
اللهم أحي موات قلوبنا بالقرآن، اللهم نور جوارحنا بالقرآن، اللهم أغننا بالقرآن، اللهم اجعل روح قلبنا القرآن، اللهم اجعل نور حياتنا القرآن، اللهم اشغلنا بالقرآن، اللهم اشغلنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظ بلدنا بالقرآن، اللهم احفظ المسلمين بالقرآن، اللهم احفظ أسرنا بالقرآن، اللهم احفظ أولادنا بالقرآن، اللهم احفظ نساءنا بالقرآن، اللهم اجعلنا نحيا ونموت مع القرآن، اللهم فرج همومنا بالقرآن، اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم إنا نسألك وكما وفقتنا لختم كتابك أن تحسن خواتيمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا عند فراق الدنيا، اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب وتركنا الأهل والأصحاب وسلمونا إلى القبور واللحود يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين رفعت أقدارهم وزكيت أعمارهم وأعمالهم ونورت قلوبهم واصطفيتهم وأحببتهم واجتبيتهم وأردتهم، اللهم إن لك في هذه الليالي نفحات، اللهم إن نبيك أخبرنا أنك تنزل نزولا يليق بجلالك وكمالك إلى سماء الدنيا في ثلث الليل فتنادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، اللهم مددنا إليك أيادي الافتقار، مددنا إليك أيادي الاضطرار، مددنا إليك أيادي الانكسار، نسألك يا الله أن تعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا حبيب قلوبنا لا تعذبنا بالنار، يا الله نشهد لك على رؤوس الأشهاد من عبادك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فأوجب لنا براءة من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تعذبنا
أخرجنا بالنار اللهم نجنا من النار نتضرع إليك يا عزيز يا غفار اللهم حرمنا على النار اللهم العتق العتق يا غفار اللهم اعتقنا بكرمك ونجنا برحمتك وابلنا علينا بلطفك وتحنن علينا بكرمك اللهم هؤلاء عبادك يحبونك اللهم ما عصيناك استخفافا بحقك ولا نسيانا لأمرك ولكن غلبتنا نفوسنا وغرنا سترك المرخى علينا فنجنا من النار اللهم سبقتنا قوافل الصالحين إليك وبقينا وسنبقى ببابك واقفين لن نغادر حتى ترحمنا اللهم ارحمنا اللهم إنه قد بلغنا عن نبيك الكريم أنه قال المرء مع من أحب ونحن نحب رسول الله اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله فأوجب لنا بحبه مرافقته في الجنان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نحبه أكثر من نفوسنا فارزقنا مرافقته وانزقنا نصرته وأعنا على سنته اللهم إنا نشكو إليك الذين يؤذوننا في رسول الله اللهم إنا نشكو إليك الذين يؤذوننا في رسول الله اللهم إنا نشكو إليك الذين يؤذوننا في أصحاب رسول الله اللهم شل ألسنتهم اللهم كف أذاهم اللهم أبعدهم وأخزهم كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم فرج همهم اللهم ليس لهم إلا أنت اللهم صلهم ولا تقطعهم اللهم أطعم جوعاهم واسق عطشاهم وارحم أطفالهم وارحم شهداءهم اللهم ارفع عنهم العذاب اللهم صلهم بكل الأسباب اللهم عليك بالذين يظلمونهم ويقتلونهم اللهم عليك بالصهاينة الظالمين اللهم ردهم
وهم خائبين مهزومين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا الذين صاروا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم وفادتهم. اللهم نور قبورهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا فإنهم أحسنوا إلينا وقد أمرتنا بالتماس الرحمة لهم فارحمهم. اللهم سامحنا فيما ضيعنا من حقوقهم. اللهم سامحنا فيما ضيعنا من حقوقهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من الفجور والتفجير ومن الكفر والتكفير. اللهم انقلهم من التعسير إلى التيسير. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم اقض حاجاتهن يا عليم. اللهم احفظ بلدنا المغرب الحبيب من كل الكروب واصرف عنه كل الرعوب. اللهم اجعله مأرزا للأمن والإيمان. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم أبقه آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم أدخل بلدنا المغرب الحبيب في ضمانك وأمانك وسترك وكنفك. اللهم أفرح قلوبنا على الدوام بحفظ بلدنا. اللهم أدم علينا أمننا. اللهم أدم علينا أمننا ومحبتنا وأخوتنا. اللهم اجعل بلدنا حصنا وموئلا ولكل الخيرات منزلا ومنزلا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا وملكنا الملك محمدا السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم كن له معينا وظهيرا. اللهم اشرح صدره ويسر أمره وارفع قدره. اللهم أدخله في كنف ستر أسمائك الحسنى. اللهم غطه برعايتك وجلله بعنايتك
اللهم متعه بالصحة والعافية، واصرف عنه كل بلية، اللهم غطه بسترك وكنفك ورعايتك، اللهم ألهمه السداد والرشاد، اللهم أدخله في عنايتك وفي سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح، اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهيئ له بطانة صالحة مصلحة تعينه على الخير وتدله عليه، اللهم أره ما يسره في ولي عهده وفي صنوه وفي كل أسرته وشعبه، وارحم اللهم الملكين الكريمين محمدا الخامس والحسن الثاني، اللهم أدخل عليهما في قبريهما الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشهداء زلزال الحوز، اللهم اجعلهم من الشهداء لديك، اللهم ارفع أقدارهم عندك، اللهم ومن كان منهم مريضا فاشفه وعافه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الزلازل ومن الفتن ومن المحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد أن يفتننا في ديننا وفي بلدنا هذا في أمننا وفي ديننا وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر، اللهم يسر أمور إخواننا من الجالية في الخارج، اللهم أصلح أمورهم، اللهم أحسن عاقبتهم، اللهم احفظ ذرياتهم، اللهم احفظنا واحفظهم بالإسلام وبسنة النبي الإمام يا رحيم يا رحمن، اللهم هؤلاء عبادك جاءوك في هذا المسجد المبارك يرجون رحمتك ويلتمسون بركتك، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقض حاجاتهم، اللهم اقض حاجاتهم، اللهم اقض حاجاتهم، اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فغفرت له الذنوب وسترت منه العيوب وأعتقته من النار، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا وقد تحقق لأمتنا العز والفخار بك وبكتابك وبسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ومن كانت له من الحاضرين إليك حاجة فأسألك بحق لا إله إلا الله أن تقضي حاجته وتحقق رجاءه، اللهم اكتبنا عندك الآن من المقبولين
فضلا منك وكرما يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا رب إنا نظن بك أنك قد قبلتنا وغفرت لنا على عيوبنا وعلى تقصيرنا وعلى تفريطنا في جنبك وحقك، فاغفر اللهم لنا فإنك أنت الغفار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.